فر 8 سجناء وصفوا بالخطرين من سجن في منطقة بورتوبي شمالي هايتي، وقتل 4 آخرون في أثناء محاولتهم الفرار حسب ما ذكرت الشرطة المحلية. وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة إن المعتقلين هربوا من زنزانة تضم 37 سجينا مدانا بقضايا عنف، مشيرا إلى أن الشرطة قبضت على 6 من أصل 8 هاربين.